اول شيء مساء الخير صاحبي، منورت بلدك طبعا. حبيبي حبيبي، ما تعرف يعني ايش قد انا جدا سعيد اليوم بتواجدي في المهرجان الكبير، مهرجان بابل، مهرجان الحضاره. وانا بابل يعني له فضل كبير على حاتم العراقي، لان انا من خلال هذا المسرح الكبير انطلقت للجمهور العراقي وايضا ايضا ايضا العربي. بعد كم سنه رجعت وبالافتتاح، يعني كانما انت راح شلون تسوي تاريخ. هي الفرحه الكبيره اللي خلتني جدا بعد اسعد ومشكورين لله في المهرجان باختيارهم للفنانين العراقيين. ويعني الحمد لله انا غنيت على كل المسارح العربيه وغنيت الدول الاجنبيه همين. شنو الفرق بين الجمهور العربي والاجنبي او العراقي؟ عفوا، يعني الجمهور العراقي يعني راح تغني له كل شيء عراقي، بس ممكن الجمهور العربي ايضا راح تغني اغاني عراقيه اضافه الى اغاني عربيه. بس الجمهور العراقي هو حافظ موالاتك، حافظ اغانيك، حافظ لهجتك، حافظيك انت، حافظك مشتاق. انا مشتاق لهم ايضا. زين، سؤالي الاخير، شنو تقول للناس عن عراق ايدل، جمهور هذا البرنامج اللي منتظرين الموسم الجديد؟ طبعا هذا الموسم الجديد راح يكون بشغلات اخرى، تفاصيل اخرى راح تشوفوها. توعد باصوات قويه كثير ان شاء الله راح تكون مفاجات كبيره بهذا يعني الموسم الثاني. وان شاء الله يا رب. شنو ترد على منتقدين البرنامج؟ طبعا المنتقدين قليلين، بس الناس المحبين لهذا البرنامج واللي طلعنا الاصوات الحلوه من عند الناس حبونا. احنا كنا مقيمين لهاي الاصوات من خلال يعني رحمه، من خلال كانوا يعني سيوفي. إيه نسيته. لا من نسيت معك السيف، أخوي وحبيبي وصديقي. أوكي. سيف من الأصوات الحلوة، وطبعاً رحمة طبعاً هم غني عن التعريف، لهم جمهور واسع، لهم جمهور عربي، فمن خلالهم رادوا يوصلون. رضيت على النتيجة مال البرنامج؟ الحمد لله. علي كان موفق، كان إنسان مرتب، كان مواظب على أي شيء تنطيه تختاره إلى أو يختاره إلى علي بدر، كان هو يعني مستعد إلى يعني. فالحمد لله قدرنا نطلع صوت جميل، اضافه للاصوات الاخرى اللي وياي. هو مو بس اللي فاز، يعني مثل اربع اصوات كلهم فازوا، يمكن اربع الاصوات الاخيره او الخمسه، يعني اختصرنا لهم، او ام بي سي اختصرت لهم مسافه سنين. احنا صحيح تعبنا سنين، عشرات السنين في سبيل نطلع للجمهور، هم اختصروهم ب 20 يوم او شهر. لو ما سافر حتى من العراق خارج العراق، كان صار حاتم العراقي اليوم نشوفه صراحه. حاتم العراقي جمهور العراقي اللي هو اللي خلى حاتم العراقي وحاتم العراقي. صحيح. واني كل حب لهذا الجمهور الوفي اللي مساندني بالحلوه وبالمره، واللي دائما مع حاتم اشوفه حتى وانا بغربتي، حتى وانا هم دائما تعليقاتهم الحلوه اللي هم ينطون الدافع وينطون السند. انا كل حب لهذا. كلمة أخيرة يعني راح جمهور مهرجان بابل راح يحضرون، راح يشترون تكتات. مستعد لهذا المهرجان. شنو الأغنية راح تفتتح بيها؟ راح تفتتح بيها إن شاء الله راح يكون موال، وأغنية للعراق جديدة راح تتقدم لأول مرة. خلاص انتظرونا. شكرا جزيلا سبحانه، ممنون. شكرا. ترى هذا المهرجان يعني مميز لانه بيور هوم تاون بالحله ببابل، فايش قد يعني لك هذا الشيء؟ انت اول ما يعني اول مره توقفين على المسرح، بس اكيد سمعتي عنه هوايه، فاحكي لنا شنو سمعتي عنه ومن منو؟ طبعا انا يعني سمعت عنه هوايه بالاخص من الوالد، لان الوالد هو من محافظه بابل من الحله، وكان دائما هو من المشتركين بهذا المهرجان، لانه هو شاعر وصحفي، فكان دائما يكون مشترك بالمهرجان. فكان لما يرجع يمنا بالمغرب فكان يحكي لنا عن المهرجان وجماليته، وش قد هو ملتقى لكل المثقفين، لكل الشعراء، لكل المبدعين، يعني سواء فنيا موسيقيا شعريا. فأكيد هذا الشيء بقى يعني راسخ بي، ولما انطلب مني أنه أغني بالمهرجان كلش فرحت، وإن شاء الله يعني يكون مهرجان عالمي يرجع مثل ما كان وأحلى إن شاء الله. شذا تغيرتي هواية عن قبل؟ قبل كنتي دائما تردين ويعني بشكلتية، هسه صرتي أهدأ بهواية، صرتي كوكب ثاني. كأنا ما كنت بشكلتية، كنت أرد على اللي كنت أستفز بسرعة. مو بشكلتية يعني ما تلاقيني أنا مسوية المشكلة، تلاقيني أرد. بس هسه الواحد دا يكبر، دا ينضج، يعني أكو أشياء تصير قدام نشوفها تافهة جدا،
يعني مؤخرا صارت زوبعة كبيرة، انت ولا مرة جيتي وعليتي عليها؟ اي زوابع، بكيف انا عايشة مركزة بشغلي، اريد اشتغل، اريد حياتي، فخلص هاي هي. صعدتي على أهم المهرجانات العربية يمكن، واليوم راح تصعدين على مهرجان بابل اللي يعتبر أيضا تاريخي وقديم. شنو طموح شذا القادم؟ شنو اللي تطمحين تسوي؟ والله أكو واية طموحات أنا يعني بالنسبة لي، أشوف أنا أكو واية أشياء بعد ما سويتها، إن شاء الله بإذن الله راح أسويها، بدي أشتغل عليها. وأنا طموحي أكبر واية من الوطن العربي يعني، وإن شاء الله بإذن الله راح أشتغل على هذا الشيء، طالما أنا إنسانة منفتحة على كل أنواع الأغنية أو أغاني والموسيقى وأغني أجنبي، فطموحي مو محدود يعني، طموحي أكبر من هيك شيء، وإن شاء الله حشتغل على هذا الشيء. شذا يمكن أنت يعني بديتي موضوع الأغاني التراثية، أنه تغنين أغاني لمطربين ومطربات قديمين، وبعدك بدأت أغلب المطربين والمطربات يغنون ويجددون الأغاني. ممكن تجددين أغنية ببالك جديدة تكون من التراث؟ جددت هواية، أنا عندي ألبوم كامل يعني بالأغاني التراث العراقية، وغنيت في جلسات وناسة يعني. من مطربتك المفضلة القديمة من القديمات؟ زهور حسين، سليمة باشا مراد، هواية. أوه بنتك كلش. ثانك يو كلش على حسون، نورتيني، وإن شاء الله تكون حفلة كلش ناجحة. شكرا جزيلا. شغال كده شغال. مساء الخير استاذ هاني، ببلدك الثاني العراق وبغداد تحديدا. يا اهلا بك يا حبيبي. اول مره في العراق؟ والله من زمان قوي، بس طبعا يعني تعتبر بالنسبه لي اول مره، لان طبعا الدنيا اختلفت كتير عن الاول. وانا سعيد ان انا موجود معاكم جدا، سعيد بحب الناس وباستقبالهم وبالحفاوه الكبيره اللي احنا شفناها. انا والمرافقين ليا. شلون شفت بغداد باول بصورة بعد كل هاي السنوات؟ شفت بلد جميل وشعب اجمل، باختصار شديد بجد، بلد جميل وشعب اجمل. انت لاحظ طبعا كل البلاد العربيه معظمها السنين اللي فاتت اتاثرت بالثورات والخلافات السياسيه اللي حصلت، لكن احلى ما في العراق شعبها واهلها وناسها. طبعا هاني شاكر نقيب الموسيقيين، او هاني شاكر المطرب اليوم اللي موجود امامي؟ لا هو المطرب. انا خرجت من مصر ست نقيب. إثارة الجدل دائما تسويها حضرتك كنقيب فنانين، حاضرة دائما، شنو القرار اللي ممكن تاخذه إذا كنت نقيب الفنانين العراقي؟ لا صعب، لأن أنا عايز أقول لك أنا يعني ما أضحكش عليك، مش أقول لك إن أنا متابع بشكل دائم الحالة الفنية العراقية، لكن والله بدون مبالغة عايز أقول لك يعني أنا الأصوات العراقية أنا بشوف إنها على أعلى مستوى. تسمع حد معين؟ مش حد معين يعني، لكن طبعاً كاظم حبيبي وأبو يا صديقي، ماجد المهندس طبعاً نفس الحكاية. لكن عايز أقول لك أنا الانطباع العام عن المطربين العراقيين إنه كلهم أصواتهم حلوة، ما فيش حد نص ونص. نعم. وقد يكون في ناس شبه ناس. نعم. في أصوات شبه أصوات ناس. أنا لأن أنا مش متابع قوي ما بقاش عارف ده مين، لكن عايز أطمنك وأطمن الشعب العراقي، ما تخافش على الفن العراقي، ما تخافش على الأصوات العراقية. الشعب ده شعب زواق، شعب حضارة. نعم. يعني العراق طول عمره بلد الفن. أكيد. وبلد الثقافة. كلمة أخيرة لجمهورك وجمهور مهرجان بابل. بقول الجمهور الجميل العظيم في العراق مهرجان بابل، أنا سعيد منها جدا جدا، وإن شاء الله يا رب أقدر أسعدكم وأدمركم كل اللي شكرا جزيلا.